ألف تحية للمجتمع المحلي وكل المساهمين، كل الأغنياء بالعلم والمعرفة الذين يثرون مدارسنا بإنجازات من هذا النوع. اليوم مختبر الصوتيات يراكم على مسيرة الاهتمام بعالم المعرفة، خاصة في مفهوم اللغات التي نريد من خلالها أن نعزز كفاءة الطالب الفلسطيني وقدرته، أيضا استنهاض الخبرات الفلسطينية في مجال التعليم التي تركز على استخدام التكنولوجيا والحداثة في خدمة عملية التطوير، وأيضا النهوض في عالم اللغات الذي يحتاج إلى كثير من الالتفات إليه في مدارسنا الحكومية خاصة. افتتاح مثل هذا المختبر، مختبر اللغات، هو يعد بمثابة تقدم واضح لهذه المدرسة، لهذا الصرح العظيم في كفر زيباد. هذه المدرسة المتميزة بمديرها وهيئتها التدريسية وبناسها وأهلها كمان اللي بيساعدوا في عملية تطوير التعليم. مثل هذا المختبر يساعد في التركيز على التعلم النشط، كما أنه يكسر الروتين القاتل من الحصة الصفية الروتينية. يعني نكسر بافتتاح هذا المختبر نمط التعليم التقليدي للانتقال إلى تعلم نشط يتقبله الطلاب بأريحية ويتعلمون منه الكثير. مختبر الصوتيات اللي تم افتتاحه اليوم بحضور معالي وزير التربية والتعليم العالي دكتور صبري صيدم، المختبر هذا مخصص للغة الإنجليزية بالتحديد، بيخدم مهارة الاستماع وحتى مهارة المحادثة. لاحظنا في السنوات السابقة أن هناك صعوبة في مهارة الاستماع من المسجل العادي والكاسيت، بيكونش الصوت واضح، فأجت الفكرة من هون، اهتدينا إلى هذا المختبر اللي هو اللي يخصص جهاز لكل طالب بسماعات مستقلة ومايك مستقل، وبإمكان الطالب يسمع الصوت بوضوح، بإمكانه يتحدث مع معلمه بوضوح، بإمكانه يتحدث مع مجموعات من زملائه من خلال المعلم والإشراف عليهم.